نروح للاستاذ مدحت العدلي، طبعا مهم جدا ناخد دعمه بالنسبه للانديه المصريه. مساء الخير يا استاذ مدحت. مساء الفل يا كابتن، ازاي مساء حضرتك؟ كابتن ابراهيم، مساء الكل حبيبي يا استاذ مدحت، ازي حضرتك عامل ايه يا فندم؟ حبايبي الناس اللعيبه المحترمه الجميله اللي كل الجماهير بتحبها. حبيبي ربنا يخليك يا استاذ مدحت، دايما يعني متواجد دايما بالخير. وخلينا الله واحنا يخليك. واحنا دايما يعني داعمين لبلدنا والانديه طبعا بلدنا اكيد في ظل اكيد طبعا اكيد اكيد دوري ابطال افريقيا واهلي وزمالك موجودين فيه وبيراميدز برضو. يعني حضرتك تقول ايه طبعا للثلاث انديه؟ انا كان نفسي الصراحه الدعم يجي من اتحاد الكوره اللجنه الخماسيه. يعني انا ليا وجهه نظر ان لا ماتش الاهلي امبارح ولا ماتش الزمالك النهارده كان ممكن جدا الاثنين ما يتلعبوش، يعني كان ممكن يتاجلوا. يعني انت دلوقتي شوف الاهلي امبارح خسر كهربا صح، والنهارده خسر كهربا واجهاد كمان يا استاذ مدحت. طبعا طبعا ده اجهاد، ده انا بكلمك حتى الخساره اللي هي المباشره اللي هي كهربا النهارده محمود علاء. ان طب انت بتعمل كل ده ليه؟ يعني انت اللاعب المصري، وانتوا لعيبه طبعا واخضر على فهمي، اللاعب المصري ما هوش يلعب كل ثلاث ايام، امتى يعمل ريكفري وامتى؟ كنت اتمنى ان هو ده الدعم اللي يبقى موجود، بس حيث ان خلاص احنا بقينا امام امر واقع. انا اتمنى ان يعني كل الناس تبقى يعني خلينا نخف شويه من حده التعصب، وخلينا نتكلم على ان دول بيمثلوا مصر. الاهلي والزمالك نتمنى انهم يتقابلوا مع بعض في النهائي ويفوز من يفوز، ففي الاول وفي الاخر هو باسم مصر. وبيراميدز انا واثق ان شاء الله ان بيراميدز هياخد الكونفدراليه. يعني هو بيقابل غريمه حورية كوناكري، يعني برضه من الانديه الكبيره في الافارقه. انا عارف، بس بيراميدز عنده لعيبه ثابته رجلها واقفه في الملعب صح، لعيبه عندها خبرات دوليه، لعيبه كلها لعبت في الاهلي والزمالك، كلها لعبت في البطولات، لعبوا في المنتخبات، فهو مش فريق نايف، مش فريق ساذج. يعني عارف، انا وجهه نظري ان بيراميدز اقرب فريق انه هياخد البطوله هو بيراميدز في الكونفدراليه. اتمنى ان الاهلي والزمالك يبقوا على يعني انا هكلمك على الاهلي والزمالك يا استاذ مدحت. يعني حضرتك تابعت امبارح نهايه الدوري المغربي وقوه فريق الرجاء والوداد. يعني شايف الوضع، يعني محتاج ايه عشان نتغلب على القوه اللي موجوده بالنسبه للفريقين؟ محتاج ذكاء في التعامل مع المباريات اللي بره. محتاج، انا رايي انا الشخصي لازم يبقى في دفاع محكم جدا جدا، ما يعملوش زي مؤمن سليمان كده، لو خسر الفرقه خش فيك ثلاث اجوان ما تعرفش تعوض. فانت لازم تبقى بتلعب بتاكتكس في زون ديفنس كويس قوي مع هجمات، لازم يعني الخط الوسط وخط الدفاع هو البطل، كيف بحيث ان انت تخرج بافضل النتائج بره. ده وجهه نظري. والفرق بتكسب البطولات بالشكل ده، ما بتكسبش، بتكسب البطوله ان انت تامن كويس جدا. اتمنى ان الشناوي طبعا يكون رجع بالسلامه، انا يعني طبعا الشناوي قوه لا يستهان بيها، واتمنى ان محمود علاء برضه يرجع. اعتقد ان الماتش بتاع بره هو الماتش كله، الماتش كله بتاع مدربين، بس الماتشات اللي بره بتاعه كوتشات قوي قوي قوي، واللعيبه هتعرف تستهان. استاذ مدحت لسه معايا؟ معاك. طيب، يعني برضو يعني بالنسبه لاثنين مدربين سواء موسيماني او باشيكو، يمكن هما الاثنين يعتبر في نفس التوقيت، رايك في الاداء بتاعهم في المباريات اللي يعني كانوا مع الفرقتين في الفتره اللي فاتت؟ يعني بص بصراحه، يعني انت ما تقدرش تجيب ولا تقدر تحكم على ده ولا تقدر تحكم على ده، لان انت جايب ناس لسه جايه من اسبوعين، وفي نفس الوقت جايين على لعيبه ما يعرفوهمش، جايين على لعيبه كل ماتش بتلعب بتشكيل غير التشكيل اللي هو لعب بيه الماتش. فطبعا هم ما تقدرش، هم الاثنين مدربين كويسين، يعني احنا عارفين خبرتهم وعارفين تاريخهم، لكن انت ما اقدرش احكم على مدرب ولا لومه ان هو اللي ان هو مش هو ده القوام الاساسي لا بتاع الاهلي ولا بتاع الزمالك. وبالتالي هي شطارتك بقى ان انت تعرف، يعني حرفنتك او احترافيتك ان انت تعرف الماتش اللي بره ده هو ده اللي تعرف يبان فيه انت هتعمل ايه وهتمشي الماتش ازاي. لكن اكيد موسيماني مدرب كويس، ده اكيد من تاريخه، وباتشيكو نفس القصه. التعامل مع الماتشات الصغيره دي اللي بتبان المدرب الكبير من المدرب اللي مش كبير. صحيح صحيح استاذ مدحت، انا بشكرك.